السلام عليكم الإخوان، كي دايرين بخير؟ اليوم إن شاء الله غادا تكون قراءة في بعض الصحف الإسبانية اللي هاد الأيام كاملة كتهضر غير على الاكتشافات الأخيرة ديال النفط والغاز في المغرب. الذهب الأسود الذي لن تتمكن إسبانيا من استغلاله، هذا هو العنوان اللي كتبت صحيفة موتور باسيو الإسبانية في الافتتاحية ديالها البارح. هاد الصحيفة كتبت أن المغرب عاد اكتشف 110 ديال المليار دولار من النفط. اكتشف التشو كنز في منطقة قريبة بزاف من جزر الكناري، بقدرة استخراج كتعادل مليار برميل، كتقدر قيمتها بملايير ديال الدولارات. أعلنت على هاد الشي شركة أوروبا البريطانية للغاز والنفط، واللي هي المسؤولة على تنفيذ هاد الاستكشافات. الملاحظ أن المغرب بعد على الشركات الأوروبية التقليدية ومشى كيتعاون مع الإنجليز، الإنجليز اللي عنده علاقات ممتازة معهم على مر التاريخ، حيث أن المغرب هو اللاعب الرئيسي في ضمان الإنجليز السيطرة ديالهم على جبل طارق. هو اللي كان يفك أي حصار دارته إسبانيا على الصخرة، تمدها بالمؤونة ولا باليد العاملة. الرباط بعد هاد الاكتشافات كتخطط باش تحفر جوج بيار وحدة أخرين، واحد قبالة ساحل لانساروتي والثاني قبالة ساحل فويرتي فنتورا في الحدود المياه الإسبانية. وهذا المشروع الجديد غادي تديرو شركة إيني وقطر للبترول. هذا الشيء بالإضافة أنه تم اكتشاف كميات معتبرة من الغاز حدا إنزكان، وها بخمسة ديال العمليات ديال الحفر فقط. إلا ضربنا الحساب، قيمة هذا الاكتشاف هو الناتج المحلي الإجمالي ديال المغرب 2020 اللي كان وصل ل 112 مليار دولار. ولاد العاب تحسبوا ليكم. المغرب ولا قبلة الشركات ديال التنقيب بشكل غير مفهوم، ولا القبلة الأولى لها في القارة الإفريقية، خصوصا أنه التي وفر لهم فرص استثمارية ممتازة. مثلا شركة النفط البريطانية أوروبا غاز عندها 75% من الترخيص، وهي مولاة اكتشاف إنزكان، والباقي للدولة. والمغرب يلا قال بسم الله في التنقيب في الوقت اللي قرب يسالي في دول أخرى. المغرب سبقنا وبدا الحفير حدا المياه ديالنا، وغادي يبدا يجبد وحنا لا، واخا لقاوه حيت غادي يمص كاع داكشي واخا كاين تحت المياه ديالنا. إسبانيا كانت على علم بهاد الاكتشافات، وكانت خايفة تبدا تحفر وتدخل في مشاكل مع الرباط كانت في غنى عنها. هادشي اللي ولات يدير المغرب خلى جزر الكناري تفقد الثقة ديالها في مدريد، وتحاول تقلب البوصلة ديالها للرباط. تقلبها بعد ما شافت سانشيز رئيس الحكومة مشى تيجري يبايع الملك محمد السادس، وما ربح منه والو غير الإهانة. سانشيز ما تيحترمش الشعب الكناري ولا حتى الصحراويين، كما قال روبين فوينس المتحدث باسم حزب التجمع الكناري، اللي قال أنه بمجرد استسلام حكومة بيدرو سانشيز للمغرب بلا قيد أو شرط بدات يحفروا حدانا. هنا في جزر الكناري بعد ما تخلت علينا مدريد بقينا بوحدنا، لقينا راسنا بوحدنا مع المغرب اللي كل نهار كيزيد يتوسع في البر والبحر، وحنا في الكناري بلا بحر ما عمر غادي نكونوا دولة. هادشي كامل ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون خوسي مانويل الباريس تيقول بوجه أحمر أن أعمال التنقيب على النفط والغاز ضمن المياه الإقليمية المغربية، وأنه كيوعد أنه غادي يضمن عدم حدوث أي تأثير بيئي في المنطقة. هاد التساهل خلى الشركاء ديالنا يبقاو يتجاهلونا ويمشيو عند المغرب، تيصيفطوا شركات التنقيب ديالهم للمغرب بحال طاليان اللي غادا تبدا التنقيب في كاع الشريط الساحلي في البحر الابيض المتوسط. وحتى الا شكينا الاتحاد الاوروبي حتى واحد ما غادي يسمع لينا. الملاحظ انه في ظل هاد الحكومه ما بقيناش قادرين على المغرب، تنقدموا ليه غير مزيد من التنازلات بلا ما نحصلوا من عنده على حتى شي حاجه. حتى الموقف ديالو الصريح من سبته مليلية كاع ما تغير، كاع الاوراق في يديه، يقدر يغرقنا بالمهاجرين وقت ما بغى، ويبتزنا اقتصاديا ويخنقنا وقت ما بغى. وحتى ادراج ملف سبته مليلية في معاهده ناطو حيدوه من جدول الاعمال بشكل غير مفهوم، والسبب ان الحكومه الغبيه كانت زودت سفن روسيه بالوقود في ميناء سبته، ولقاوها سبه ينتقموا منها. غابش فهمو كبار الناطو اللي حنا فيه بحال الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا راه مع المغرب ماشي معانا. في انتظار قراءة أخرى
دائما المغرب هو الأصل والباقي تقليد. تحياتي.